عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على لايك عشان يوصل لكم الجديد، ولأن وفيكم بيوصل ل 50 جنيه. ماذا نفهم من صعود الدولار في السوق السوداء المستمر؟ ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل رقما جديدا مقارنة بتعاملات أمس، وفق ما قاله اثنان من المراقبين تحدث إليهم. وقال المراقبان ان سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع نحو 50 جنيه مقارنة بنحو 49 خلال صباح تعاملات اليوم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض. وتشير هذه الزيادة الى نقص كبير في الدولار مع ارتفاع الطلب، ما يؤدي لاتساع فجوة التسعير بين السوق الرسمي وغير الرسمي الى نحو 19 جنيه، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند اقل من 31 جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم. وقال احد المراقبين ان زيادة الطلب على الدولار بسبب السفر او اداء العمرة هو احد العوامل في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، بجانب ضعف المعروض في البنوك والصرافات. وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الاجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية. وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على ثلاث موجات، ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم الفضائيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.